عن أروع قصائد الحب، هذا هو الشاعر الكبير أحمد رامي. لما هنا يعني انت تحب الانسان ده وتحب كل من يشوفه حتى دي مالها دي. لا انا كنت قصدي اقول ايه، يعني هل الحب دلوقتي، الحب في سنتنا دلوقتي ده هي قطعا اختلف عن مظاهر الحب زمان. الحب اللي اصبح دلوقتي الانسان سهل ان هو يشوف من يحب اسهل من زمان، يراها في الشارع، يراها في المكان العملي، يتكلم بالتليفون، يتكلم في يعني وسائل الكوميونيكيشن نفسها اسهل من وسائل زمان. صح صح. هل برضو لو حضرتك كتبت دلوقتي عن الحب هتكتب برضو عن الحب العذري اللي حضرتك كتبت عليه؟ انا ما اكتبش عن حاجه الا اللي جربتها انا. واذا كتبت لغيري او في مناسبه من المناسبات اندمج كما اكون بعمل حاجه يعني للسينما، بعمل يعني اغاني في فيلم في بلبس روح الذكرى. انما الحب نفسه من ايام زمان ذكرى 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 بيقول القديم: لئن سأني ان نلتني بمساءة لقد سرني اني خطرت ببالك. الله تتصور. والتاني بيقول حاجة تانية، بيقول: يشرف بالقول اليفاع، يعني بالقمم بتاعت التلال اللي حوالينا، وأشرف بالقول اليفاع لعلني أرى نار ليلى أو يراني بصيرها. بصيرها يعني كلبها كلبها يعني يطلع فوق القمة بتاعت التل اللي مشرف على خيمتها علشان يشوف النار اللي بيودوها او الكلب بتاعها من بعيد يعوم عليه. فتصور قد ايه كان الحب عندهم. اما اشوف قد يحبك يا حلال اجيب سيرتك، يا حلال اجيب سيرتك. ام كلثوم تجدو باحد قصائد احمد رامي: لا اجيب سيرتك يا احلى، لا اجيب سيرتك وياه. ولما اشوف حد يحبك يا احلى، لا اجيب سيرتك يا احلى، لا اجيب سيرتك وياه. واعرف درار ايه اعرف. تابعنا أحمد رامي في ضيافة سمير صبري على التلفزيون المصري. شكراً.